تابعنا مع حضراتكم كلمة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لثورة يوليو. كل سنة وكل شعب مصر بألف خير. خلينا نروح لفقرتنا التانية دلوقتي، وهو أنه كتير مننا اتربى على قراية أدب الطفل، مش بس لأنه بينمي الخيال وبيساعد على تحسين اللغة، لا ده كمان لأنه بيكون مليان رسائل ومعلومات كتيرة هدفه طبعا تربية الطفل تربية سليمة وتشجيعه على التفكير والإبداع. وعلى الرغم من أن النوع ده من الأدب هو واحد من أشكال الكتابة المهمة جدا واللي بتتميز بيها مصر، إلا أنه كمان من الأنواع المظلومة اللي مش واخدة حقها شوية. طيب إيه سبب ده، وإزاي ممكن نرجع الاهتمام بأدب الطفل مرة تانية؟ كل ده وأكتر هنتكلم فيه مع ضيفتنا الجميلة اللي منورانا دلوقتي، الروائية دكتور إيمان سند. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير. خلينا في البداية كده نعرف من حضرتك كده بدايتك مع كتابة أدب الطفل، اشمعنى اللون ده تحديدا؟ يعني اشمعنى حضرتك اخترتي أدب الطفل، ايه السبب؟ هو أنا ابتديت أكتب يعني تقريبا القصة والرواية وأدب الطفل في نفس الوقت، بس ده خدني يعني بحس ان ادب الطفل من نوع او القصص الاطفال من نوع اللي ليها عالم مختلف، فبتجذبك كده وتسحبك شويه بشويه، فتلاقيكي بتنتمي ليها اكتر ما هي بتنتمي ليكي. تلاقيكي دخلتي عالم الاطفال زي بالظبط ما احنا بنوصف للطفل يعني ايه عالم سحري. احنا بندخل العالم السحري ده، تلاقيكي مشغوله طول الوقت ازاي ترضيهم، ازاي تعملي حاجه هم بيعملوا لك نوع من الاشباع. يعني لما بتبقي معاهم بتحس ان انت متحقق لك اهداف كتيره جدا وراضية عن نفسك، وحاسه كده ان انت بتبعتي رساله والرساله دي بتوصل، فطول الوقت راضيين عنك وانت سعيده بالانجاز اللي انت بتعمليه. يمكن لما بتكتبي للكبار بتحسي ان يعني بتبعتي رسائل بس كتير بتكوني واقعيه مش خياليه. صح؟ ده حقيقي، بتكتبي اللي انت عايزه تكتبيه، بس التواصل مع الكبار أصعب وبياخد وقت أطول. التواصل مع الصغيرين بتلاقي مردوده والفيدباك بتاعته أسرع وأيسر وجميلة كمان. طب احنا زي ما قلنا في الانترو ان مصر كانت يعني او ما زالت من اقوى البلاد اللي ممكن تكتب للطفل، طيب ليه بقى على الصعيد الاخر احنا شايفين انه كتابة او ادب الطفل مظلوم شوية؟ هو انا اقدر اقول الفتره دي لا مش كده. يعني احنا بدايتنا بالنسبه للقصص الاطفال عموما والاهتمام بالطفل كانت بدايات متاخره. يعني اوروبا والدول دي ابتدت تجمع وتعمل حاجات، يعني اخوين جريم واندرسون والحاجات دي كان قبلنا بكتير. اهتمامنا الطفل كمصنف وكحاجه يعني ادب ان احنا بنهتم بيه برضه كان متاخر. لكن في الفتره دي احنا ابتدينا من ساعة ما كانت حركة الترجمة توصل لنا بطريقة أسرع. طبعا احنا عارفين ساعات الكتاب يطلع 10 سنين أو حاجة على ما يوصل، فتبقى الدنيا متأخرة قوي. لما حركة الترجمة ابتدت تبقى أسرع يبقى في تواصل بيننا وبين العالم، جوائز كتير من الجوائز العالمية أو العربية ابتدت تنشط ده. الحقيقة كان ليها دور، يعني احنا لو اتكلمنا عن المميزات والسلبيات بتاعتها هنلاقي مميزاتها أعلى. فده ابتدى يخلينا مواكبين للأدب ده، نشوفهم بسرعة نتحرك. المواقع الإلكترونية كان ليها برضو تأثير، الورش اللي بتتعمل، الورش الإلكترونية اللي اتعملت خصوصا فترة الكورونا على قد ما كان ليها عيوب لكن سرعت انها تخليهم يتدربوا على احدث الحاجات الموجوده ويبتدوا هم يتواصلوا مع الطفل اللي هو ابتدى يستخدم في الفتره دي التابلت والحاجات دي وتواصل بيهم. ابتدينا احنا كمان ككتاب اطفال نتواصل بالطريقه دي ونعمل له ادب الكتروني زي المواقع الكتير اللي ابتدت تعمل القصص. الاطفال الصغيرين ابتدوا يفتحوها ويتعاملوا معاها مجرد باشتراك بيعملوه شهري، فده ابتدى يبقى موجود وفي نفس الوقت يبقى مواكب قوي للاحتياجات. طيب كتابة الطفل زي ما فيها مميزات ان حضرتك تعيشي بقى الخيال وكده، بس هي يعني طريقة كتابتها صعبة جدا، يعني لازم يكون فيها مثلا معلومة سهلة وواضحة تدخل دماغ الطفل على طول، بس في نفس الوقت يكون فيها شيء جذاب ليه، يعني ممتعة، تبقى ممتعة ليه، لأن الطفل طبعا زي ما احنا عارفين بيزهق بسرعة من أي حاجة مش عاجباه. فحضرتك ازاي دايما بتبقي محافظة على البالانس بين ان حضرتك هتقدمي معلومة مفيدة جدا للطفل بس في نفس الوقت ممتعة جدا ليه؟ في معايير معينة لازم تحطيها قدام عينيك وانت بتكتبي للطفل.
اول حاجه لازم تبصي لسنه. لكل مرحله سنيه انت بتكتبيها ليها مختلف، يعني في مرحله بتهتم قوي بالابطال او الهيرو او القدوه اللي المفروض يعملوا، في مرحله بتهتم بالحيوانات والحاجات الصغيره اللي موجوده حوالينه اللي هي المرحله المبكره جدا، في مرحله بتهتم بالعوالم اللي هو لسه ما عرفهاش، تقولي له يعني ايه مدرسه، يعني ايه دور عباده، يعني ايه شارع، يعني ايه بالظبط اساسيات. فانت اول حاجه لازم تبقي باصه للسن اللي انت بتتكلمي معاه بعكس خالص الكبار. تاني حاجه لازم تتحلي بروح الفكاهه، لازم يبقى عندك خفه دم كده او تتعاملي معاه ان هو طول الوقت لو حس ان انت بتقدمي له الحاجه بطريقه فجه او تقيله مش هيقبلك. زي اعمل كذا او الرول بتقول كذا، لا دي المباشره يعني. الفكاهه اللي هو يبقى دمك خفيف يعني وتناولك للاشياء بسيط. لكن بعد كده المباشره لو تناولتي ان انت قلتي له الحاجه اعمل وما تعملش، دي مباشره شديده مش هيسمعك، مش هيتقبلها يعني. لازم تدخلوا المعلومه كده في النص بين بطريقه غير مباشره، يعني عكس المباشره خالص. يمكن رابع حاجه كمان ان احنا مفروض ان يبقى عندنا القيم دي اللي احنا عارفين هنقولها له ايه، يعني نبقى مخططين في دماغنا احنا عايزين نوصل له الرساله دي شكلها ايه ومليانه ايه، يعني هتبقى فيها القصه، هيبقى فيها شويه مفردات جديده عليه، يعني هنحسن مفرداته اللغويه. تاني حاجه هنبقى يعني فاهمين الاهداف والقيم اللي احنا عايزين نبثها من خلالها. تالت حاجه ناخد اقصر الطرق، يعني ما نفضلش ندي مقدمات كتيره قوي، لان لو اديتي مقدمات هيروح منك هيسرح. بالظبط، لازم تدخلي له تو ذا بوينت وتربطي ده. يعني دايما بنعمل فواصل، يعني الورش كتيره اللي بتتعمل، ولكن حصل فجأة مش عارف ايه، الروابط دي طول الوقت بتخليه في سسبنس في الحدث، فما يروحش منك. وخصوصا لو كان سنه صغير. يعني احنا دايما بنقول ان المواثيق الدولية بتحط يعني سن الاطفال لغاية 18 سنة. بس كل مرحلة مختلفة، يعني من 12 و 18 ما نقدرش نقول ان انا ممكن اخاطبه زي ما بخاطب الصغير اللي لسه بيبتدي. ده حاجة، ده عالم مختلف تماما، لازم نعمله انه كبير دلوقتي. بالظبط، لو انت حسستيه ان هو طفل، لا ده هو لو شاف التصنيف العمري اللي انت كاتباه عن القصة مثلا من 9 ل 12، لا انا عندي 12 ونص. مش اكيد طبعا. مش هاجي جنبها. فهو بالظبط هو حاسس ان هو بقى كبير واقرب للشباب منه للطفوله. فبالتالي مش هيستقبل منك ده بشكل جيد. كل مرحله زي ما احنا قلنا دي المواصفات او المعايير اللي احنا دايما بنحطها قدام عينينا. لكن بناخد كمان بالنا ان الطفل في حاجه اسمها فروق فرديه بنراعيها، وبنخلي بالنا ان احنا نديله مشاعر ونديله يمكن حته هو مفتقدها، اللي بتحققها افلام الكرتون. افلام الكرتون دايما تلمس على مواضيع يعني مش مالوفه، وافكار يمكن مش من عندنا. احنا كنا لسه بنتكلم عن فيلم كان يعني من والت ديزني، من الافلام المشهوره في الفتره اللي فاتت، كان بيتكلم عن فكره الموت. فاحنا عندنا تابوهات ما بنتكلمش عنها للاطفال، منها الموت. فتخيلي هو يعني لمس على ده وكان مشهور جدا، واتعامل ده بطريقه بسيطه قوي، اللي هي فكره بسيطه قوي ان انت طول ما انت فاكر الشخص ده هيفضل عايش في العالم الاخر. لكن لما تنساه هينمحي ذكره. فبيلعب على الحته دي ان انت ايه اللي بتحبهم لازم تبقى فاكرهم، لازم طول الوقت مش تقدم لهم حاجات او تعملهم، ذاكرتك هي الحياه بالنسبه لهم. فهو طول ما انت عايشه وبتجيب ذكراه وبتعمل، هو عايش في العالم الاخر وهو موجود، مجرد ما نسيته هو انمحى وما بقاش موجود. فدي فكره الموت ببساطه شديده جدا، طريقه جميله. بالظبط، وطبعا يمكن بتخاطب سن اكبر شويه. لكن ده ما يمنعش ان الاطفال بيتقبلوا الافكار الفلسفيه اللي احنا بنتخيل طول الوقت ان هي صعبه عليهم، لا ساعات فكره صعبه جدا يستقبلها بسهولة قوي لو انت بسطتيها واديتيها له من مدخل يعني صح. عايزة يعني أنا كنت لسه عايزة أقول حضرتك عندك عدد من السلاسل القصصية
منها كائنات في خطر، مظبوط؟ دي كلمينا عن كائنات في خطر، عبارة عن ايه؟ كائنات في خطر دي يعني الحيوانات، ويمكن تعرضت الجزء منها الاشجار كمان، والحاجات اللي قربت تنقرض. المهدده فاحنا بالظبط، فاحنا بنقول ايه، لا بنعمل الارم، ده نقول خد بالكم الحاجات دي قربت تبقى مش موجوده في العالم، فلازم تحافظوا عليها. بنوعيهم. يمكن بنقول الاطفال ده وهم مش معنيين بده، بس الاطفال يعني زي ما بنقول زنانين واشخاص طول الوقت، يعني لو فكرتيهم بحاجه مش هينسوها ابدا، زي ما كنا بنتكلم عن الفيلم بتاع سول ده. فهم هيفكروا الكبار، هيقولوا لهم خدوا بالكم الباندا اللي انا بحبها دي هتقرب تبقى مش موجوده، نحاول نحافظ عليها لقد ما نقدر. هيبقى ليهم صوت وهيبقى ليهم وجود، وفي نفس الوقت القصص اللي احنا بنعملها لهم بتخليهم يفكروا. انا لعبت كمان على اشجار كنا بنسميها زمان يعني اشجار الفاكهه الشعبيه، اوكي، زي الجميز والتوت والنبق والحاجات كده اللي هي كانت موجوده زمان، ودلوقتي الناس بطلت تزرعها عشان خاطر بيحسوا انها ما عليهاش اقبال او سعرها رخيص، فبالتالي يعني كانوا بيسبوها. يعني انا كنت بفتكر ان احنا واحنا بنروح المدرسه كان اشجار التوت دي توقع علينا واحنا ماشيين، وكانت متاحه في الـ في الـ في الاماكن، فموجوده، فبيعتبروها انها يعني جزء من الحدائق العامه او الحاجه، فالطفل ما عرفهاش، ما حسش انها دي ثمار. دي يعني شجره الجميز دي ضخمه جدا، اخشابها رائعه. دايما كانوا يصوروا لنا زمان الابطال لما كانوا يقعدوا تحت شجره الجميز دي، فيبقى شخص صغير جدا مقارنه بكائن كبير وضخم، وبناخد منها اخشاب حلوه قوي. غير كده ان ثمارها طعمها حلو. فاحنا مش بس بننبه ان الحيوانات دي، لكن بننبه ان الاشجار وحاجات كتيره من حياتنا هتختفي لو احنا ما خدناش بالنا انها يعني توعيه للصغيرين والكبار ان انتوا لا حافظوا عليها يعني. طيب وسلسله حيوانات افريقيا بقى هي في نفس الاطار ده يعني نحافظ؟ دي انا ترجمتها، احنا خدناها مع الناشر، ان يعني خدناها بصورها، وكان الرسام حد جميل قوي ان هو رسم الحاجات دي من جواها، من جوه الـ يعني يبقى اقل، يعني الحاجه بتطلع للنور بسرعه لما بناخدها برسوماتها ونبتدي نطبعها. فانا ترجمتها وحسيت انها بتدي تيمات ايه زي بالظبط التراث بتاعنا. يعني مثلا فيها كيف تعلمت السلحفاه العوم، بيدي فكره اسطوريه ان السلحفاه دي طول الوقت كان نفسها تطير، فتفضل تقول للكائنات اللي بتطير سواء صقر او نسر او غيرهم، خدني خليني اتعلق واشوف السماء، انا نفسي اطير. فطبعا الطيور ترفض الحكايه دي لانها تقيله، فتحاول تحاول تحاول لغايه ما النسر ياخد منها عهد ان هو لو اتعلقت فيه ان هو ايه هيسمح لها بانها تطير، بس ما تفتحش بقها، لان لو فتحت بقها بالظبط. السلحفاه طول الوقت بتعيش في الارض المتربه، وبتمشي على مهل جدا، فما بتشوفش غير التراب او الارض. فلما تطلع وتشوف العالم تكتشف وهي ماشيه بين السحاب وتحتها المحيط ان الدنيا دي جميله قوي، مبهره، بتشوفها من منظور تاني وهي ما شافتهاش اصلا قبل كده بالشكل الجميل ده. كميه من الزرقاء وروعه، شيء مبهر. فتفتح بقها وتقول له الله، فالنتيجه انها تسقط في المحيط وتبتدي انها تبقى ايه، يعني بيقولوا ان ده طبعا الاسطوره بتقول ان ده بدايه الفصيله اللي هي التورتلز او السلحفاه اللي هي المائيه اللي بتعوم في البحر، وتبتدي تعيش في الايه في الميه. فعجبني على فكره الحدوته، وممكن اكملها لاخرها عادي، ممكن من سن 25 لفوق يعني. لا الاطفال احنا يعني انت شكلك طفل اساسا، فهو ايه العالم ده ما بينتهيش بالنسبه لنا. يعني احنا بندرس، حتى لو انا كنت بدرس يعني للطلبه اقول لهم مثلا ايه، لا كل مرحله عمريه كده، بس ده احنا بندرسه لكن ما مش بنعيشه. انت ليكي وقت في اليوم ليكي تحني للمرحله دي، اكيد تروحي تشوفي وتدوري على الحاجات دي. لو ليه اطفال العيله او حتى اولادك او كده، هتبصي تلاقي طول الوقت انت حابه العالم ده، العالم ده ما بينتهيش، مش مراحل عمريه، صح. لا
في جزء من حياتنا وجزء من وجودنا مرتبط ان العالم ده موجود واحنا بنعيشه وبنكمل فيه سواء مع الصغيرين او مع الكبار. زي ما بنشوف كبار كتير بيحبوا لسه يتفرجوا على كرتون جدا جدا. عايزه اقول لك ان انت ساعات كنت تزهقي من مذاكره مثلا تروحي تجيبي مجلات اللي احنا متعودين مجلات الكوميكس والحاجات دي ده وقت مخصص ليها. فاحنا حظنا حلو ككتاب اطفال ان احنا مسموح لنا ان احنا نعيش في الفتره دي وننخرط معاهم، لانهم حتى يعني انا بجرب دايما القصص بتاعتي على الولاد قبل ما بنزلها السوق، فلما اروح في مكتبات كده واقرا لهم وحتى يقولوا لي مش فاهمين او يدوك انطباع سخيف يفهموكي يعني تفهمي من الرياكشن مش بتتضايقي، بتحسي كده ان رسالتك مش واصله، فتبتدي تعملي لها تعديل مسار او تظبطي ان السن ده مش هو السن اللي انت بتخاطبيه. ننزل شويه بمستوى. هم مفيدين في كل الاحوال وانطباعاتهم لو انت يعني انت بتدي له حاجه وهو بيديها لك اضعاف اضعافها. يعني انت تدي له فكره او فلسفه فيفهم فكرتك ويبتدي يظبطها لك بحيث ان انت تتفاعلوا مع بعض التفاعل. لو هو عايز حاجه بيطلبها صحيح. وده شيء جميل. فانتوا لو عندكم اطفال ربوهم على انهم طول الوقت يبقوا اطفال اصحاء، يطلبوا اللي هم عايزينه، يعبروا عن نفسهم كويس، يبتدوا يقولوا فيبقى التواصل بينا سهل مش صعب. وتبقى كائنات متحركه حوالينا ممتعه، واحنا كمان بالنسبه لنا نبقى مفيدين يعني. بالظبط. طب انا عندي فضول اعرف ايه مشاريع حضرتك اللي بتجهزي ليها الفتره الجايه؟ انا هكون من اول قراءها من سن 6 ل 12 انا معاكم. لا 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 يعني كل المراحل اللي شغاله انا حاسه كده الاول ان احنا ايه يعني في مثلا ان هو السن الصغير قوي اللي احنا بنبتدي نديله الرسومات البسيطه والاشكال البسيطه اللي هي مثلا السطرين في يعني اغلبها كرتون واغلبها شكل ورسومات وسطرين. السن الصغير اول ما بيلاقي كلام كتير بيتخض لان هو ما بيتقنش القرايه ولا الكتابه صح. فبيبتدي ولو لقى كده يقول لها مامي خدي انت اقريها. ليه؟ لان هو خلاص عارف ان هو الجمله الواحده مريحه بالنسبه له. والصور كتير، كل ما بيكبر يبتدي يبقى عنده قدره على القرايه اكتر. علموا الاطفال اللغه الام بتاعتنا، اهتموا باللغه العربيه من فضلكم، بلاش نعلمهم اللغات كلها مع بعضها. حتى لو كان ده موجود في المدارس ركزوا شويه على اللغه الام عشان بعد كده هي هتجيب كل اللغات الثانيه مش العكس. مزبوط. فلما بيلاقي ده بيبتدي ايه يتفاعل معاكي ويعملها. لو احنا بندي ارشادات للام وهي بتحكي من فضلك خليه هو يديكي نهايات مختلفه، يعني اقفلي يعني نخليه كريم. بالظبط، احكي له قصه ونقول له ها تحب تفتكر القصه دي هتخلص على ايه، نديله فكره او فرصه يبدع، نعمل يعني منه مؤلف ونعمل منه كده. على فكره ممكن يقول لك الحاجه اللي مضايقاه كمان. يعني هو لو انفعل في القصه وبعد كده طب ايه اللي ده، ايه الشخصيه الكويسه دي او ايه الشخصيه الوحشه في القصه دي، يقوم يقول لك زميله ده في شخصيه في سلوك وحش ده عمله ده، فيحكي لك عن حاجه مضايقاه. صح، نبتدي نتواصل ممكن أكثر. تستخدمي القصه استخدامات عده ان هو تاخدي منه فيدباك عن حياته. يحكي لك عن الحاجات اللي مضايقاه، يحكي لك عن الاشخاص اللي بيحبهم، يقول لك يعني ايه قدوه، يقول لك ايه مضايقه منك او مزبوط. او ايه اللي حابه فيك. مزبوط طبعا. بعد شويه اكمل ولا بعد كده ممكن نستخدم حاجه اكبر شويه. وهنا المشروع ده مثلا حاطين معانا سي دي. الحقيقه احنا محتاجين حلقات وحلقات عشان اعرف اكتر عن تفاصيل اكتر وعن القصص بتاعت حضرتك الجميله. هيخليك بس لما وقتنا يخلص قولي لي انا بس هتوقف. للاسف الشديد انا كده حاجه حلقه ثانيه وثالثه لان انا نفسي اعرف اكتر والله. فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الروائيه والدكتوره ايمان سند، حضرتك نورتيني وانا استمتعت مع حضرتك جدا وبدعوكي ان شاء الله ان احنا نعمل فقره ثانيه. أشكرك قوي وصباح الورد عليك. صباح الفل والورد على حضرتك. مشاهدينا خلصت فقرتنا الثانية وخلصت حلقتنا، استنونا بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد.